تتزايد معدلات الإصابة باللدغات خلال فصل الصيف نظرا للأجواء الحارة التي تدفع العقارب إلى مغادرة جحورها، إذ لا يمر أسبوع دون تسجيل حالة وفاة نتيجة ذلك، حيث تعاني بعض المناطق العشوائية بأوباري كحي الشارب والمشروع من عدم وجود مصل مضاد لعلاج لدغات العقارب بحسب سكان محليين. مديرة مركز نور العلمي بمدينة أوباري خديجة عنديدي أشارت إلى أنها تروم إلى إنقاذ أرواح الناس من لدغات العقارب، لافتة إلى أنها أنشأت العيادة بسبب الإصابات الكثيرة وغياب المراكز الصحية، فضلا عن بعد المستشفى عن هذه المناطق، مشيرة إلى أن مركز نور العلم الذي يضم العيادة يسعى إلى تدريب أكبر عدد من النساء على الإسعافات الأولية ليكون في كل منزل مسعفة. سبب افتتاح العيادة التطوعية هذه اللي هي سبب حالات العقارب اللي كانت بكثرة هذيك الفترة، وبعض الحالات طبعا تغيير الجروح والحروق يعني الإسعافات الأولية، بعد المسافة الحية هنا الشارب عن أوباري. عنديدي لفتت أيضا إلى أن المركز استقبل العديد من الحالات المصابة منذ بدء ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، لكن بسبب غياب المصل المضاد نستعمل حقنة الهيدروكورتيزون كبديل، مبينة أن أغلب الحالات تقع في الأطفال وتكون خلال الليل، لأن العديد من الأسر تجلس خارج بيوتها نظرا لانقطاع التيار الكهربائي والارتفاع الشديد في درجات الحرارة. الإسعاف اللي نقدمه فيه هو مش عن طريق مصل الخاص للعقارب نهائي، ما استخدمناه في العيادة، نسعفه في الحالات عن طريق إسعاف أولي، نقدم الإسعافات الأولية بجرح المكان بالتعقيم، نحاول كيف نربطه مسافة عن مكان اللدغة باش السم ما ينتشرش في الجسم لحد ما يتم استخراج الدم المصاحب للسم، وبعدها على طول نفك الرابطة ونراقب حالة المصاب لمدة ساعة ساعتين لحد ما يستقر وضعه. ويقول بعض سكان هذه المناطق إن ساعات المساء هي الأكثر نشاطاً للعقارب، ويتم تسجيل حالات وفاة لسببين، الأول يتمثل في بعدهم عن أماكن العلاج وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، والثاني عدم توفر المصل المضاد للعقارب.